لغايه فين بالنسبه لايمن حفني؟ كابتن سيد ازاي حضرتك؟ ازاي كابتن كريم؟ ازاي حضرتك كابتن؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان يا كابتن، ربنا يخليك كابتن. الله يخليك كابتن سيد. يعني عايزين نعرف موضوع ايمن حفني وصل لغايه فين مع الزمالك، او المستشار مرتضى منصور رئيس النادي يعني وصل لغايه ايه في المفاوضات مع اداره طلائع الجيش؟ والله هو في ان شاء الله باذن الله يعني في اجتماع بين المستشار مرتضى منصور ومسؤولين طلائع الجيش ان شاء الله غالبا يوم الخميس عشان يتم التفاوض على انضمام ايمن حفني. ايمن حفني موقع واخد فلوس في الزمالك زي ما احنا عارفين. تمام. يعني لكن لسه قصه الاداره مع الاداره، اداره الجيش مع اداره الزمالك. هو ايمن حفني مش هيعمل حاجه الا بموافقه مجلس اداره، انت عارف طلائع الجيش وكده بس. وفي العلاقه طيبه من سياده المستشار والموضوع كله ان شاء الله ممكن يوم الخميس يخلص باذن الله. كان في محاولات من النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ان هم ياخدوا ايمن حفني؟ كان في كلام، وكان ان 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 ان, إن, إن النادي الاهلي برضه بيرغب في ضم ايمن حفني وكم جبور. ف كابتن سيد تليفون قطع يا جماعه. طيب تليفون قطع، هنحاول نكلم تاني كابتن سيد مصطفى او سيد مرعي وكيل اللاعبين. وعلى فكره زي ما قلنا كابتن سيد مرعي كان لعيب مميز جدا ولعب في اكتر من نادي، كان نادي جولدي واكتر من نادي. كابتن سيد كان باك رايت قوي جدا وهو دلوقتي وكيل لاعبين. نادي طلائع الجيش ارسل فاكس رسمي لنادي الزمالك بيطلب فيه ضم احمد جعفر من خلال صفقه ايمن حفني، يعني بقى احمد جعفر مش بدل ايمن، يعني يبقى داخل في صفقه ايمن حفني وفي مقابل مادي كمان نادي الزمالك يدفعه لطلائع الجيش. كابتن سيد معايا؟ ايوه كابتن، ايوه كابتن كريم. بقول لك النادي الاهلي دخل يعني حاول الفتره اللي فاتت يخطف ايمن حفني من الزمالك. مش ما هي مش خطف يا كابتن، انت عارف يا كابتن كريم هو النادي الاهلي كان راغب في ايمن ايام مجلس الاداره القديم. وبعدين لما جه مجلس الاداره الجديد ما اعرفش ايه اللي حصل، فكابتن علاء عبد الصادق عنده تقريبا رغبه في انضمام ايمن حفني ويليام جيبور للنادي الاهلي. فطبعا النادي الاهلي دايما برضو بياخد نفس الطريق، ناس محترمه برضو وكل حاجه، بياخدوا الطريق المحترم وقعدوا مع الناس، بس هي رغبه اللعيبه هي الفيصل في الموضوع، يعني رغبه ويليام جيبور ورغبه ايمن حفني. ايمن حفني رغبته يعني ده موقع وخد فلوس من الزمالك يبقى رغبته زمالك. والله كابتن دي الاداره دي الاستغناء اللي هتطلع للنادي هيروح الاستغناء بتاعه هو اللي هيروح فيه. طيب لازم نادي طلائع الجيش ده لازم هو اذنه في اي حاجه. طيب انا قلت خبر من دقيقه دلوقتي لما التليفون قطع معاك ان طلائع الجيش ارسل فاكس رسمي لنادي الزمالك بيطلب فيه ضم احمد جعفر مهاجم نادي الزمالك. ده ما حصلش. بس انا معايا الكلام ده فاكس رسمي من اداره طلائع الجيش. يعني ممكن يكون الكلام ده من نص ساعه. هم عايزين جعفر، هم عايزين يدخلوها مش في لعيبه، هم عايزين يدخلوا اللعيبه كابتن. القصه بتاعت يعني ده تبقى شراء، يعني مش لعيبه في فلوس، يعني عايزين يدخلوا كل صفقه لوحدها، يعني خاصه ان هم لسه ما اتكلموش مع احمد جعفر. اداره نادي الجيش لسه ما اتكلمتش مع كابتن احمد جعفر. لكن هم عندهم رغبه في شراء احمد جعفر. طبعا هو في حد ما احمد جعفر لعيب كبير، اي نادي يتمناه كابتن. طيب بالنسبه لويليام جيبور يا كابتن سيد، يعني مش سامعين عنه حاجه الفتره اللي فاتت. اولا ويليام يا كابتن بيلعب، انت عارف الدوره السداسيه اللي في ليبيا دي، ولسه جايب جون الماتش اللي فات. وبعدين النادي الاهلي قريب جدا محتاج، اهلي طرابلس محتاج مباراه من المباراتين عشان ياخد الدوري الليبي. فويليام مهتم شويه بالفتره دي بالدوري، قدامه اسبوع يجي القاهره ان شاء الله يا كابتن. لكن العروض اللي قدامه ايه الفتره الجايه انت كوكيل بقى يعني؟ عنده عروض كتير يا كابتن، عنده الاهلي وعنده الزمالك وعنده بره في البرتغال وعنده تركيا، عنده حاجات كتير كويسه. وبرده الفيصل برده نادي طلائع الجيش هو اللي حدد رغبه اداره طلائع الجيش في البيعه داخليا ولا خارجيا؟ الافضل يعني بالنسبه لطلائع الجيش خارجيا عشان الناحيه الماديه، عشان الناحيه الماديه وعشان ما يخسرش برضو العلاقات بين النادي الاهلي والزمالك. بس هو في نفس الوقت يعني كده كده هيبيعوه، ان هو ناقص موسم في عقده فعايزين يستفادوا دلوقتي باكتر ناحيه ماديه. بص يا فندم انا هقول لك حاجه كابتن كريم، بالنسبه لطلائع الجيش
يعني هو طبعا احترافيا لازم يبيعوه، لكن هم هنا كنادي كطلائع الجيش مش يعني ما عندهمش حته الفلوس دي في ان هم يستفيدوا او ما يستفيدوش في اللعيب. يعني عندهم ممكن اللعيب يقعد عادي وما ما فيش مشاكل يعني. لكن هو رغبه اللاعب انه يمشي هي دي اللي هتحدد، والنادي هنا يعني بالكلام ده. اسلام جمال برضو سامع ان المسؤولين في النادي الاهلي ضاغطين جامد جدا عشان يشتروا اسلام جمال المدافع. النادي الاهلي عايز فعلا اسلام يا كابتن، والتفاوض بقى على المقابل المادي يعني هي دي اللي هتخلص. يعني النادي الاهلي عرض مبلغ، وبرضو عشان انت كابتن كريم فدي برضو حاجه يعني برضو لحضرتك، انا المفروض ما اقولش بس اقول لحضرتك، هو النادي الاهلي عرض 1.5 مليون، ونادي الطلائع عايز مبلغ اكبر تقريبا الضعف، فممكن يوصلوا لصيغه معينه والموضوع يخلص يعني. تمام. انت وكيل محمد صبحي صح؟ حارس الاسماعيلي. راح سموحه خلاص. ان شاء الله يروح سموحه ان شاء الله. تمام، بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد.